ومن ترك الصلاة فقد كفر. هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، واستند على كفر تارك الصلاة بأدلة، لأن العلماء أولا اتفقوا على كفر جاحد الصلاة، من جحد وجوب الصلاة يعني من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر عند جميع العلماء. أما من ترك الصلاة ولم يجحدها ولكنه تركها تكاسلا، هذا الذي اختلف فيه العلماء هل هو كافر أم غير كافر، يعني الذي يجحد وجوب الصلاة كافر عند جميع العلماء، والذي يعترف بوجوبها ولكنه لا يصليها تكاسلا منه هذا اختلف العلماء فيه. فذهب الإمام أحمد إلى أنه كافر كفرا أكبرا، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا. واستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بكفر تارك الصلاة تكاسلا بأحاديث وآيات من القرآن، من القرآن قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، من سورة التوبة. وقالوا معنى الآية عليكم السلام، معنى الآية أن من لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس بأخ لنا في الدين، يعني كافر. واستدلوا أيضا بقوله تعالى أيضا من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني من القتل، يعني فخلوا سبيلهم من قتال الكفار، فاستدلوا به على كفر تارك الصلاة أيضا ولو تكاسلا، يعني لو ترك وهو كسلان لكن يعلم أنه واجب برضو قالوا شنو؟ كافر. أما من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهنا في أصول السنة الإمام أحمد يأتي بنص لكلام عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فاللفظ جاب الإمام أحمد هنا في المتن هي قول عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، يحكي عن الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا شنو يا جماعة؟ إلا الصلاة. وعموما تارك الصلاة كافر، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حظ بالإسلام لمن أضاع الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. أما من تركها جحودا فهو يقتل ردة، ومن تركها تكاسلا اختلف العلماء
في نوع قتله بعدما اتفقوا على قتله أو بعدما قال جماهيرهم بقتله. فالذين يرون من العلماء أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفرا أكبر قالوا يقتل ردة، يعني يقتل لأنه شنو؟ مرتد. والذين يرون من العلماء أن تارك الصلاة تكاسلا غير كافر كفرا أكبر قالوا يقتل ولكن حدا ما ردة، لأنه ما بيعتبروا مرتد أصلا، فقالوا يقتل لكن شنو يا جماعة؟ حدا. ولكنهم جميعا قالوا يستتاب، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. وقال بعض العلماء يستتاب من الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، يعني يقول لا صلي العصر، العصر جاي انتظروا لحد صلاة العصر، فإذا لم يصلي يقتل، فإذا يقتل تارك الصلاة، والله أعلم. أيوة. ومن تركها هو كافر وقد أحل الله قتله. نعم، ده مذهب الإمام أحمد أن من ترك الصلاة حتى ولو تكاسلا، يعني لو أقر بوجوبه لكن ما صلاها يقتل. أيوة. وخير هذه الأمة بعدنا. عيد الجملة الأخيرة دي. ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم. عند الإمام أحمد أحل الله قتله ردة ولا حدا؟ ردة. ردة ولا حدا؟ ردة. ردة، لأن الإمام أحمد يرى تارك الصلاة ولو تكاسلا، ولو تركها تكاسلا كافر كفر أكبر، يعني مرتد، إذا يقتل شنو؟ ردة. ردة. أيوة. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. نعم، خير هذه الأمة، ويقصد بكلمة الأمة أمة الإجابة، لأن كلمة الأمة يعنى بها أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة هم كل الناس الذين جاءوا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنهم وكافرهم، حتى اليهود والنصارى، دي الاسم أمة شنو يا جماعة؟ الدعوة. وسموا بأمة الدعوة لأنهم تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه من الدعاة، يعني هم محتاجين للدعوة حتى لو كفار، ده اللي يسموا أمة شنو يا جماعة؟ الدعوة. أما أمة الإجابة هم الذين آمنوا وأسلموا واستجابوا، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالذين استجابوا وأسلموا وآمنوا هؤلاء يسمون بأمة الإجابة. فيقصد الإمام أحمد هنا وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر بكلمة الأمة، أمة شنو؟ الإجابة. الإجابة ولا الدعوة؟ الإجابة. الإجابة. أفضل الأمة بعد نبيها أمة، بعد نبيها هو منو يا جماعة؟ أبو بكر الصديق. واسمه عبد الله ابن أبي قحافة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، ورحمه الله تعالى، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وهو أفضل بشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، أبو بكر الصديق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بها إيمان أبي بكر الصديق، يعني إيمان الأمة كلها لو خدته في كفة ميزان وإيمان أبو بكر الصديق رجل واحد بس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خدته في الكفة الأخرى في الميزان، يثقل إيمان على إيمان الأمة كلها. شوف الرجل ده كيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيوة. ثم عمر بن الخطاب، ثم بعد أبي بكر الصديق في الفضل والخلافة كذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إيهن يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت شياطين الإنس والجن تفر من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعدهم أو بعدهما عثمان بن عفان في الفضل وفي الخلافة. يعني شنو في الفضل وفي الخلافة؟ يعني ترتيبهم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذا ترتيبهم في شنو يا جماعة؟ في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وجاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ندع الباقي، ولا ينكر عليه. وفي رواية خارج البخاري: ثم علي. يعني بقى الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيوة. وبعد هؤلاء الأربعة، بعد هؤلاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، يأتي باقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهم سعد هو سعد ابن من؟ ابن أبي وقاص، وهو سعد ابن مالك نفسه، كنيت أبوه أبو وقاص، واسمه الحقيقي سعد ابن مالك. وهو في القصة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، في اليوم الثاني يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. ده سعد ابن مالك اللي هو سعد ابن أبو وقاص نفسه يا جماعة. وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وده أبوه سعيد ابن زيد، أبوه زيد ابن عمرو ابن نفيل، ده الآمن قبل ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يبعث النبي ذاته. ده هو اللي كان يقول: يا أهل مكة، الشاة خلقها الله وأنبت لها الكلأ والعشب، تسبحونها لغير الله، قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث. ومشى الشام يبحث عن الدين الحق، فوجد اليهود فقالوا: ليه دينك ده يكون الحنيف، يعني دين إبراهيم. ومشى للنصارى قال: ليه الدين اللي بتبحث عنه ده الحنيف. في النهاية قال: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم حنيفة. فقالوا له: يا أخي أرجع إلى مكة بلدك دي ذاته، ده أوان نبي حيصر. فراجع في الطريق لقوا جماعة من اللصوص قتلوه، وكان يسجد على الدابة يقول: اللهم إني لا أدري كيف أعبدك، ما أدري كيف أعبدك، ويسجد لله عز وجل على دابته وقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث يوم القيامة أمة وحده. وشوف الليلة في القرآن وفي الدعاء وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام برضو الناس مكاجرين، وكثير منهم ما دايرين زاد التوحيد. ده قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان موحد، وده يدل يا جماعة إنه دين إبراهيم كان موجود، عشان كده ده ما معذورين، السمعوا بدين إبراهيم وسمعوا بالتوحيد والحنيفية، ده ما معذورين، إلا على الفترة اللي ما سمعوا أصلا برسالة أو بنبوة أو بكذا أو بكذا أو بكذا. طيب، وأهل الفترة يمتحنوا يوم القيامة زي ما قال الشيخ بن باز رحمه الله، امتحان بكيفية علمها الله عز وجل، فمن نجح منهم إلى الجنة ومن لم ينجح إلى النار. فسعد بن مالك اللي هو ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد اللي هو والده قلنا زيد بن عمرو بن نفيل، وتاني ذل كده، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيد عامر بن الجراح. والستة ديل هم باقي العشرة، ما العشرة الأربعة الخلفاء ومعهم الستة ديل. الستة ديل بيسموهم أصحاب الشورى. ليه سموهم أصحاب الشورى؟ لأنه عمر بن الخطاب
لما كان أميرا للمؤمنين وحضرته الوفاة وقتل وكان دار يموت، فقال لي استخلف، فما استخلف أحد لكن اختار ستة. قال ديل أصحاب شنو؟ الشورى. عشان كده الإمام أحمد حيجي بعد شوية حيقول وكلهم يصلح للخلافة. ليه الكلمة دي جابها من وين؟ لأن عمر بن الخطاب اختاروا ستة، فلو ما كانوا بيصلحوا كلهم ما كان عمر بن الخطاب شنو؟ اختارهم. فده فقه الإمام أحمد بن حنبل. فأصحاب الشورى الستة ديل هم أفضل الصحابة بعد الأربعة، بعد الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بعدهم طالب الفضل الستة ديل. والستة ديل ذاتهم من عجيب الأمر إنه ديل أسلموا على يد أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أول من أسلم، مش كده؟ أول، هو أول رجل أسلم وأول إنسان أسلم في الدين ده بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما أسلم قال فتخيرت خيار الناس. يعني شو الفهم ذاته عشان يمشي يدعو؟ أول حاجة الفهم الأول، الفائدة الأولى إنه أول ما عرف الخير وعرف الهدى قال لازم أقدمه للناس. كثير من الناس اللي نزول يتعلم ويحفظ تلقى بس قاعد كده زي الدولاب، أصلا ما ينفع باقي الناس، بس خدت العلم ده قافل جوا. لا، لابد تنفع الناس. ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، النور ده يعمل به شنو؟ يمشي به في الناس، تفيد الناس، ما تمسكه عليك. عشان كده قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يجيك ناس نزار والعواليك ديل يقول لك لا لا بس تقعد، أقعد لبتين أنا. اتعلمت بلغوا، لكن ما تبلغ إلا اللي اتعلمته، وما تتكلم فيما لا تعلم، بس ده الموضوع كله. أهاني الفائدة الثانية قال فتخيرت خيار الناس. والليلة كثير من الواحد يعرف التوحيد ويعرف السنة يمشي يتخير شرار الناس بالقلبة، أو يخش طوالي فيسبوك شو الشيعة يقول ده أنا ناظرهم، بعد شيء يبقى شيعي وذاته. يا أخي أنت تخير أفضل الناس اللي بيقبل أول شيء، صح ولا ما صح؟ وتلقى الواحد ساكن في حلة فيها ناس بيفتش في التوحيد وفي دعوة التوحيد، وفيها ناس معادين عداء شديد، لو لقوا الرسول حي كان عادوا ذاته. يقول لك لا ابدا بيديل بالاعداء، لا ده ما صح، ده ما طريق صاحب الدعوه. الطريقه الصح تبدا بشنو يا جماعه؟ بخيار الناس. ليه؟ لحد ما تعمل لك شنو؟ كتله من الناس يكون زاد انت قوه في الحله، بعد بيهابك العدو داك، بعد بيهابك ثاني. فانت تبدا بخيار الناس في الجامعه، في الجامع، في البيت، في الحله، في بيتك ذاته. عندك زول معارض الدعوه مره واحده، وعندك زول انت عارف اخوك اختك امك ابوك الميم خالك خالتك ده بيقبل الدعوه شنو؟ طوالي ابدا بيدول المكاجر ده خليه وسع، ابدا بيدهسه. عشان كده ابو بكر الصديق من فقه قال فتخيرت شنو؟ خيار الناس، فوجدتهم سته فاسلموا جميعا، وهم السته من العشر البشرين بالجنه. فهم ولا ما فهم؟ فهم راقي منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى في الفضل قلنا الأربعة الخلفاء، بعدهم شنو؟ الستة. والشيخ حيوريك، الإمام أحمد حيوريك، أيوه حيرتبهم لك. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله. الثلاثة من؟ عمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، أيوه. لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. ليه قال الثلاثة ومرق علي؟ قال ثم بعد هؤلاء الثلاث أصحاب الشورى الخمسة، لأنه أصحاب الشورى الخمسة منهم شنو؟ جعل منهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، أيوة. يعني إذا نفس الترتيب، الأربعة بما فيهم علي بن أبي طالب، وباقي شنو يا جماعة؟ وباقي الستة. وفي رواية من رواية حديث العشر البشرين بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عشرة في الجنة، فذكر نفسه أولا وعد تسعة. وفي رواية قال عشرة في الجنة وذكر العشرة من الصحابة كما ذكرناهم من قبل، أيوة. علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة كلهم يصلح للخلافة. نعم، وأبو عبيدة معهم، أبو عبيدة عامر بن الجراح معهم، نعم. كلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متواترون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. نعم.
نعم. ودي رواية البخاري، في خارج البخاري قال ثم علي، في البخاري قال ثم نسكت يعني عند عثمان، وفي خارج البخاري قال ثم علي. أيوه. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. نعم، قال بعد العشرة ديل أهل بدر في الفضل يعني، وبعضهم يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، يعني يبقى العشرة ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل شنو؟ بدر. وبعض العلماء يقول هؤلاء العشرة الأربعة وأصحاب الشورى، يعني بيقوا عشرة ثم أهل بدر ثم أصحاب بيعة العقبة ثم أي نعم ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أهل بدر من المهاجرين أول، بعد ذاك أهل بدر من شنو؟ من الأنصار. من الأنصار، لأن جماعة المهاجرين مفضلين على ومقدمين على الأنصار. ليه؟ لأن ربنا قدمهم في آيات القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهكذا. نعم، على قدر الهجرة، والسابق أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث. طيب، قبل القرن بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان في الترتيب، يعني إذن عندنا الخلفاء الأربعة وباقي العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل بيعة الرضوان، وبالجملة المهاجرون مقدمون على الأنصار. أيوة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، القرن الذي بعث فيه، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما. نعم، أو سنة. هذا مصداق للحديث الصحيح، خير الناس قرني ثم الذين، قرني يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني تابع التابعين. بعدها يجي يعرف، بعدها يقول كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو شهر أو ساعة، وده فيه تعريف للصحابي، والصحابي تعريفه الصحيح المنضبط هو كل من لقيه، وبعضهم قال كل من رأى النبي، لكن الصحيح كل من لقي النبي، لأن من الصحابة من لا يرى وهو صحابي كعبد الله ابن أمي مكتوم، وغيره من الصحابة من العميان، وكالرجل الضرير، حديث الضرير حديث التوسل، مش كده؟ طيب، فإذا التعريف الصحيح للصحابي شنو يا جماعة؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كعبد الله بن أبي السرح ارتد ورجع تاني فهو صحابي. فالشرط أن يلقى النبي مؤمنا به. طيب، النجاشي ما صحابي، تابعي، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقته، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما يكون صحابي؟ ما لقيه، آمن به في وقته وفي حياته عليه الصلاة والسلام، لكن شنو؟ ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده ما بيسمى شنو يا جماعة؟ ما بيسمى صحابي. طيب، ورقة بن نوفل، ما أدري والله، لعله تحتاج إلى بحث ونجيبكم عليها الدرس القادم إن شاء الله. ويس القرني ما صحابي، والزول القتل سيلم تنبأ به والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن شنو؟ ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وما أدركه. طيب، إذا كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. طيب، أيوة، واصل. أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، لأن أبو بكر الصديق وعمر جالسوا النبي عليه الصلاة والسلام
في كل حياتي في الإسلام وفي الدعوة، فديل أعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قدر صحبتهم كانوا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وبكر وعمر، خرجت أنا وبكر وعمر، ذهبت أنا وبكر وعمر، أنا أؤمن بهذا وأبكر وعمر، وهكذا كان. فعلى قدر الصحبة. نعم. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله. يعني أدنى واحد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأقل واحد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من القرن الذي بعد الصحابة. أقل صحابي في الفضل أفضل من أعظم واحد من شنو؟ من التابعين، وأفضل من أعظم واحد من جميع التابعين وجميع تابع التابعين. عشان كذا شوف من خباثة الشيعة والإخوان المسلمين ومن نحى نحوهم، كان زمان جابوا مسلسل اسمه مسلسل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقالوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء شنو؟ الراشدين، عشان يسقط منه معاوية وباقي الصحابة، مع أنه عمر بن عبد العزيز رجل فاضل ورجل صالح، لكن هو ما صحابي، فما يفضل على أي أحد من الصحابة ولا الصحابيات. لكن هم عشان ده رزقه معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة قام قال لك ده شنو الخامس، جابوا رجل صالح صح ما تقدر تتكلم فيه، لكن هم ما قصدهم كده إنه صالح ولا ما صالح، قصدهم يسقطوا به شنو باقي الصحابة وبالذات معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ودائما الشيعة والشعبين أتبع الترابي لأنه ده الشيعة ذاته بيطعنوا في معاوية. ليه؟ لو جو طوال طعن في أبو بكر وعمر أو عثمان أو كده المسلمين بيقوموا فيه وما بيستجيبوا لدعوته الباطلة، لكن ليه بس بيمسكوا معاوية؟ السلف قالوا معاوية كالستر لأصحاب محمد، فإذا انتهك هذا الستر دخل أو دخل إلى ما بعده. ده الخلاصة، بيسبوا معاوية عشان يمشي لشنو؟ لباقي الصحابة. معاوية رضي الله عنه وعن أبيه صحابي جليل كاتب للوحي وخال للمؤمنين، وقال عنه عبد الله بن عباس إنه فقيه، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة له، وبشره الله بالجنة في جملة الصحابة لما قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، كلهم الآمنوا قبل الفتح وبعد الفتح، وذلك كلهم يدخل فيهم معاوية بن سفيان. ربنا قال: وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم رحمه الله: هذه الآية دليل على أن جميع الصحابة في الجنة، لأن الحسنى هي الجنة. ربنا قال: الصحابة كلهم الآمنوا قبل الفتح والآمنوا بعد الفتح كلهم ربنا وعدهم بالجنة بالحسنى اللي هي الجنة. ثاني ما بزول يقدر يتكلم فيه، هذول المجرمين دار يلجوا بمعاوية عشان يمشوا شنو؟ ليه عمر وأبو بكر، ليه أبو بكر وعمر، ده القصد كده. فالناس يتفطن للمسألة دي، أي إنسان يسيب معاوية ده قصده جميع الصحابة وقصده الإسلام وقصده القرآن بالمناسبة، لأن القرآن هو زكى الصحابة، نحن ما لقينا تزكية الصحابة إلا في القرآن والسنة. فالذي يسب أحدا من الصحابة كما قال السلف، قال يحيى بن معين رحمه الله وغيره، قالوا: من سب عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال من الدجاجلة، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي أحد يسب عثمان أو طلحة أو أحد من الصحابة فهو دجال من الدجاجلة، عند السلف كده، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين بعد الصحابة لو لقوا الله بجميع الأعمال الصالحة الصالحة، هل بيساوي واحد من الصحابة؟ نشوف. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى
الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، ولو عملوا الذين جاءوا بعد الصحابة كل أعمال الخير ما يلحق صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة واحدة. لو عملوا كل أعمال الخير كلها كملوها ما يلحق صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة واحدة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي، يعني ينفق في سبيل الله، ولا شنو؟ ولا نصيب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.